الوحدات بالسيطرة الجماعية يتحولوا من الواجب الدفاعي إلى الانطلاق الهجومي. شايفين باسم فتحي بالجهة اليسرى الكرة العرضية، ولكن نزاع محمود زعتر أعتقد بأنه وحيد ما بين رباعي دفاع الوحدات، يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى زيادة عددية سواء باللاعبين الموجودين على أرضية الملعب أو بمساندة من اللاعبين اللي خارج الملعب، واللي شايفينهم يقوموا بعمليات الخلطة الهفوة، وهي وجول جول زعترة. يا زعترة الوحدات في الصدارة، الوحدات في الصدارة، وهدف التقدم الوحداتي 10 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني. محمود زعترة كنا بنتحدث بانه يحتاج للمساندة، نسحب كلامنا، زعترة وحيدا يصفق ويسجل بالكرة الماضية. محمود زعترة يضع الوحدات في المقدمة ويريح عبد الله ابو زمع والالاف الالاف من جمهور الوحدات. اذن الوحدات هدف الصريح لا شيء، الوحدات يتقدم بالنتيجة، وهدف وحداتي يترجم انطلاقة الشوط الثاني. هذه الكرة اللي كانت العرضية السهلة جدا للعثامنة، وغلطة الشاطر بألف يا عثامنة، واعتقد هدف سليم وهدف شرعي 100% لمحمود زعترة. هفوة من حارس المرمى، الكرة ارتطمت والغلطة موجودة، ومحمود زعتر استثمرها وخطفها، هدف التقدم لفريق الوحدات. الآن المباراة